ارجع لموضوع الشهامه العراقيه انتشر فيديو يوم امس وهذا الانتشار الى ابعاده هو لمراقب امتحاني جاب له قطعه من صندوق كارتون وبدا يهفي للطلبه قاعه الامتحان وين هذه الحادثة؟ هذه بمحافظة قار من هو هذا المراقب الانتخاب الامتحاني؟ هذا المراقب الامتحاني هو الشاعر العراقي المعروف مرتضى الأزرق ابن قار فاستحق بذلك أن يكون نموذج للمعلم وللمراقب الامتحاني والأستاذ العراقي اللي شهامته ما منعته انه يدخل و وي... يهفل الطلبه لانه وجه نداء وجه نداء قبلها وقال يا حكومه في بغداد ويا حكومتنا المحليه بالناصريه يا جماعه وفر الكهرباء من الساعه 7 للساعه 9 على الاقل للطلبه لا اذن من طين واذن من عجين والمبررات كثيره مئات الآلاف من المواطنين العراقيين بكل المحافظات العراقية من أقصى الشمال في كردستان إلى أقصى الجنوب في البصرة احتفوا بهذا المراقب الامتحاني وشكروه وباركوا له يا ريت من الناس حتى تبين ايضا صورته من احكي وهنوا انه انت والله يا اخي اثبتت عراقيتك ويا الوطنيه ما لها حدود وهذا موقفك موقف شهم ونموذج لكل المعلمين والمراقبين الامتحانيين في العراق لكن البعض هسه ارجع لي البعض يعني ما احنا شنو شنو اللي اللي المنا انه الويبة ال 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 من عندنا يعني مو من بعيده يعني يا ريت جاينا واحد مثلا من برا وقال يا جماعه شلون دخل الموبايل وصور وليش يصور ومو هيك شيء من يسوي راح يخلي الطلبة يعني ما ينتبهوا للأسئلة إلا عليكم هذا حكي أنا دورت ليش هذا الحكي لأنه الشاعر العراقي المراقب الامتحاني مرتضى الأزرقي من المؤمنين بعراقيتهم وبمشروع الاصلاح الذي يقوده سماحه السيد مقتدى الصدر اعزه الله وال الصدر الكرام. يعني كل هالنكايه وكل هالتحريض من البعض من هذول الجيوش الصفراء الالكترونيه لانه صدري ونسوا انه هو عراقي. هو اخ وصديق لهؤلاء الطلبة ويشعر بمعاناتهم هو ما جاي من بيته عند أربع مكيفات يشتغلن لا هو حال حالهم وإذا الطلبة يفترض امتحانهم يبدأ بالسبعة وما جاي بالستة يجوز هو بالخمسة ونص ومصلي ومص صلاة الفجر وجاي حتى ما متريق فبدل ما ما تشيمه وتوقف وياه لأنه صدري لازم تجي تحكي عليه طلع الفيديو وهذا منطق هي, هي الروح العراقيه لهذا أنا, انا يعني ما استغرب انه للاسف لدينا القليل القليل من النماذج السيئه بالمجتمع اللي يفترض انه ما نبقى متفرجين ونقول اي اه والله صدق شلون دخل الموبايل واي والله صدق شلون هاي جاي يهفي وياثر على الطلبه لا 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 ارجع لي ارفع له كعراقي كشهم كصدري كابن ديقار انه وقف في الطلبه ويفترض برئيس الحكومه الاخ محمد شاع السوداني وبوزير التربيه وبرئيس البرلمان الاخ محمد الحلبوسي وبلجنه ما معرف التعليم ما اعرف يسموها بالبرلمان وبنقابه المعلمين العراقيين ان كافئة بانه توجه له كتاب شكر وتقدير وتقول له انت نموذج 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 نحتفي به مو والله ها ليش اذا اردنا اذا هاي النماذج بالمجتمع ان نميها لانه عندنا الكثير الكثير من المعلمين ومن الاساتذه اللي اللي يحملون هذه الروح ويعملون بها